راجعين ان شاء الله، ما طلعنا الا مكسرين ومكرسحين، راجعين ان شاء الله منصورين ومعزوزين ان شاء الله. طيب المستشفى ثلاث ايام ما حدا يرد عليها، ما في دكاتره. شو فقروا جوع قصفوا تشريد وبرد وخوف تشرد كله هذا. قال فتحوا لنا معبر، كتر خيره كتر خيره بشار، فتح لنا معبر. وصلنا على المعبر قام صفقنا بالخناص، والله يصيبه لجوز اختها لسلفتي في وجهه وصار نزيف بعيونه. هو هون انور اورفلي هلا بتسالوه، خلي يقول هالحكي كذب. واللي عم بقول حلب ما عم بصير فيا هيك، الدوق اللي دقناه نحن صبرنا، بس انتوا ان شاء الله ما بتصبروا. نحن راجعين ان شاء الله لحلب، ان شاء الله راجعين معززين مكرمين ان شاء الله يا رب. والشكر للي حوانا اردوغان وشعب تركيا الطيب، دخلونا لا هويه معنا، دخلونا ما معنا شيء هيك، حتى تياب ما عنا دخلنا. نحن اكل ما عن، نحن متنا من الجوع بحلب، متنا شربنا مي مدوده، اكلنا خبز شهرين ما شفناه. ويا عرب بس حكموا ضميركم، لسه في بحلب عالم، في بشر حرام خافوا الله، اولاد ما لها علاقه، ما لهم ارهابيين، انتوا كبار تقتلوا في بعضكم، خلصوا الاولاد ما لها علاقه، خلاص تعبنا، بس في الله، لسه في الله. الله اكبر على كل منطقه وتجبر، الله اكبر. شكرا. انا امبارح بمشهد انا كنت هناك بقاع عقربات.